أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض من يبين من هم اليهود والنصارى يقول: اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، فهل هذا التعريف صحيح؟ هذا في الأصل، نعم، هم في الأصل اليهود أتباع موسى في الأصل، والنصارى أتباع عيسى في الأصل، لكنهم فيما بعد حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا في الديانتين من الكفريات والشركيات الشيء الكثير. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل، ولم يبقى إلا القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.